بكل وضوح مع البروفيسور المامون مبارك دريبي. الاسم ديال الاب والام مش كيتطبقوا الاخرين. راه الزواج عباد الله راه ماشي واحد الحاجه سحريه راه يدخل سلحفاه تغيبقى سلحفاه. بكل وضوح مجتمع تحت المجهر. شنو هي جهاز المناعه النفسي؟ جهاز المناعه النفسي هو الاب والام من 3 سنين فوق عندهم الحق في ولادنا. راه زوجها كيجي كيستهلك هذاك الحب كياكلو باش كياكلو بشخصيته بقوه شخصيته بذكاء. برنامج بكل وضوح مع البروفيسور مامون مبارك دريبي ياتيكم من الاثنين الى الخميس من الساعه 6 الى 8 مساء. بكل وضوح برنامجكم المفضل. تحيه مسائيه على كل مستمعينا الاوفياء لاستماع برنامج بكل وضوح دائما رفقه الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس الاستاذ مامون مبارك دريبي. اهلا بك استاذ. مرحبا. مرحبا لاله سناء. بارك الله فيك. شكرا لك بزاف استاذ. اليوم غادي نتكلموا في موضوعنا معك حول علاقه العولمه بالهويه في تحقيق ساعتنا. وحنا كنعرفوا انه كمغاربه تندافعوا على الهويه العربيه الاسلاميه الامازيغيه، ولكن ما عندناش يعني مفهوم ايديولوجي، كنحافظوا على الهويه ديالنا وكنتعاملوا مع جميع الهويات الاخرى ومنفتحين عليها وعلى العولمه يعني اللي لسنوات مرحبين بها وكنخدموا بها. فما بغيناش يا استاذ يعني العولمه تصبح ايديولوجيه في تحقيق السعاده ديالنا او تشكل لنا واحد الخطوره يعني في تاثير على نمط العيش او اسلوب الفكر ديالنا. فكيفاش ممكن اننا نحافظوا على الهويه ديالنا العربيه الاسلاميه بلا ما يكون فكرنا الاسلامي طاغي على افكار اخرى او كيمحيها من اجل هيمنه الفكر ديالو؟ ونبغيو نعرفوا كذلك استاذ في تحليلك اليوم شنو هي الخاصيات اللي خاصنا نحافظوا عليها في الهويه ديالنا من منظورك التحليلي للامور، لانه ربما يعني من خلال المنظور ديالنا حنا كاشخاص عاديين تنظنوا على انه يعني الهويه ديالنا راه حاضره من خلال لباسنا، موسيقتنا، من خلال الطبخ ديالنا، الاكل ديالنا، من خلال حتى العبادات ديالنا في الصيام وغيره. فواش هذا الامر يعني كيبقى عاد يعني طبيعي ويعني كافي يعني شكليا، ولا الهويه هي اكثر عمق؟ بارك الله فيك. لا لا، هاد المستويات في الاسئله اللي تتعطي واحد المساحه فين يمكن يشتغل بها الواحد. الحمد لله احنا المغاربه عندنا واحد الخاصيه اللي في الفكر الاسلامي موجوده، وللاسف واحد العدد من الدول والحكومات، انا كنحمل مسؤوليه الدول والحكومات ماشي الشعوب، الشعوب هما يا اما يعني واحد العازفين بيد واحد الشاف دوركيست، ولا ناس غيبقاو يضربوا مساكل بالمقلاة على ما لقاوش اللي غيشتغل معاهم. فانه احنا كنحبوا الهويه ديالنا المغربيه العربيه الاسلاميه الامازيغيه، كنحبوها. ولاني في دفاعنا عن الهويه ما كنتعاملوش بها او معها كانها ايديولوجيه. ايديولوجيه هو تتبغي تمحي وتهيمن وتحقر على كل فكر مختلف عليك، هذا هو الايديولوجي. احنا المغاربه الحمد لله غتلقاوها في كتابات ابن احمد الشرعي في المقالات ديالو، غتلقاوها في التحليلات عندنا في مجموعات من راديو، في واحد العدد. هي ثقافه في المغرب كاينه، كل مثقف مغربي الا وعنده عين كيشرب منها ديالو من بعد ديالو الاصلي ديالو، وعنده تعامله مع الاختلاف والاخر. فاحنا الحمد لله في برامجنا، وهذا هو اللي يحبوا المغاربه في البرنامج بكل وضوح، هو كاين اساليب نمطيه، اساليب فكريه، اساليب ابداعيه. الحاجه اللي فيها النمطيه اللي واحد كيقلد بها الاخر تنقولوا له انتبه، انا راه كتشتغل بالنمطيه. ايديولوجيا كنقول انتبه، انا راه الايديولوجيه فنيه. ابداعيه ديالك كنقولوا لي ها هي فاعله. فاحنا واحد العدد من الجهات في الاول ما فهموش تحمسي وقوتي في تعاملي مع تشبت بما يخص الهويه، ما فهموهاش. كانوا كيسحبوا بانني نقدر نساق لواحد التيارات ايديولوجيه. ما يمكنش، انت مغربي، انا مغربي. مغربي اللي كانت في الستينات وفي السبعينات الحرب البارده، وكانت المدرسه الماركسيسيه كتضرب في المدرسه الامريكيه، شحال من دول عربيه نساقت الايديولوجيه الماركسيست. المغاربه لا. المغاربه لا. في حين انهم عندهم احزاب تقدميه اشتراكيه، وعندهم احزاب يساريه، وعندهم احزاب اللي هي كتعنعن من هاد التيار، واحترموها وتعاملوا معها المغاربه كاحزاب، ولكن ما عمرهم ما تعاملوا معها كايديولوجيه. وما كانش الحرب البارده كيف كانت في امريكا.
في أمريكا كانت واحد الموجة اللي بدأت في نهاية الستينات وبقات للأسف حتى لنهاية التسعينات اللي هي لا شاس أو سورسيير روش، معروفة واحد الموفمون أنه المخابرات السرية الأمريكية مشات كتقلب على كل من هو عنده يعني تشبه ماركسيس لينيني كيحاربوا أشخاص أمريكان. في المغرب عمرها ما كانت، وقعت خصومات مشاكسات مجادلات فكرية، لكن عمرها ما تحاربوا الناس ما أبدا. فإحنا اليوم تنعود نقولوا المغربي مادام أنه حيت يكون متشدد هو اللي غادي يمشي بلا ما يشعر يجعل فكره إيديولوجي وبغي يحب الآخر. إحنا كنقولوا الناس ما درناش، وإحنا في المدرسة المغربية الفكرية المنفتحة ما غنديروهاش وما عمرها ما كانت وما عمرها غتكون إن شاء الله. ولكن كيف حنا تعاملنا مع أمورنا الهوية العربية الأمازيغية الإسلامية تعاملنا معها بسلاسة، كنقولوا الآخر انتبه عندك، حيت المغرب فتح بابه فتح بلاده فتح عقول ولاده للعولمة. إحنا كنلعبوها، إحنا في المغرب نسوم توس كونيكتي، كاين شي دار اللي ما عندهاش 3 جي 4 جي ما عندهاش الانترنت، هذا هي العولمة. هي أن بعدا خصك التكنولوجيا واصلة الديور، أي واصلة الديور. المغاربة كلهم عندهم التليفون بورتابل كلهم، وتمشي دابا في ما مشيتي شي منطقة نادية في الجبل يجبد لك بورتابل. شنو كيدير البورتابل؟ كي مكالمة اس ام اس فيديو ليا، هي العولمة. ثم لا مشيتي للمقاولات المغربية غتلقاها اجور، وفي شي بلايص مقاولات فايتين بالكفاءات التكنولوجية، بعض المقاولات اللي ربما في اوروبا ولا في امريكا، بعض المقاولات المغربية كاينة. فهنا ملي دخلينا المنتوج الثقافي، لان العولمه فيها ما هو تقني، فيها ما هو تجاري، وفيها ما هو ثقافي. المغربي على نيه كيسحب ما هو ثقافي، هو بحال اللي كتقول حوار شعوب، ما عارفش بان ما هو ثقافي هو صناره لما هو تجاري. فكل ما هو لباس، ما هو موسيقى، ما هو فكر، انا اللي كيهمني هو ما هو فكر. ما هو فكر؟ انه كتشوف مثلا في المسلسلات، في عطيتكم بالحلقه ديالنا الخميس كيفاش هذاك الموقع البسيكولوجي كيحل واحد الاختصاصي تيقول لها هذيك السيده راه ما غيتبدلش هذا الراجل بحكم انه ما كيقبلش راي اخر، وكان نصحك انك تفارقي معاه وكذا وكذا. فهنا قلت الناس ردوا البال، راه غير تقرا موقع بحال هذا اليوم غدا اليوم غدا تشوف بحال ما عندكم في المسلسلات الاوروبيه الامريكيه، كتجي واحد السيده زوج واحد السيد كتقول ليه تي سي شيري جو سوي ديسو اون دو سو كيتي ولا جو تو كيت بوركوا باسكو تي مو كاش كيك شوز. وهما في هذاك المسلسل ولا في هذاك الفيلم كيديروا لنا بانه هو سي تا ايغو ماسكي بحال باتمان ولا بحال شي سوبرمان، وانا حسيت به كيخرج مع الحاج اللي كيجي 4 الصباح وهذا. دونك هنا علاش كيلعبوا؟ كيلعبوا على ان واحد العدد من الموظفين في امريكا كيخدم مع السيا، مع الاف بي اي، مع الان اس ا، كيخدم مع لي زاجونس دو سيكوريتي انتيريور. فتيعرفوا بان هذوك الاشخاص عندهم ان دوزيام في. الطريقه باش يوصلوا هذه الرساله للمواطن سي يا اما عن طريق سوبر ايرو، سوبرمان وباتمان، هادو هما الشخصيات اللي عنده دوبل في، او لا بروجيكسيون سيمبوليك، انه المواطن الامريكي والعديد منه ما عندوش فوق باه، قليل اللي عايش مع جدو وجد جدو. غتمشي لدابا شي دار امريكيه قليل فيهم اللي غتلقاه عاش مع باه وعاش مع جدو، اغلبيه كتلقاه عاش مع باه ولا عاش واحد شويه تفرقت مو باه. فخصهم يعطيوهم واحد لاك سامبوليك اللي يبقى متشبت به هذاك الشخص اللي ما عندوش فوق باه. احنا في افريقيا وفي العالم الاسلامي العربي، وتتعرف جدك الخامس، جدي هاجد جدي هاجد جدي لقى غادي، هما راه مساكن راه ما عندهمش هذه الخاصيه. فالثقافه ديالهم كيخصها تعطيه جواب عن قطاع على فيلياسيون الى جينيالوجي بوركوا لي اون ريبتور. هو ما جالوش بحال الاوروبي يعيش دي كيستيون اكزيستانسييل، مساله وجدانيه، لا لا لا، هو تيقول ليه ها هي كيفاش دايره. فهنا خصنا نقولوا للمغربي انتبه، واحد العدد من مسائل العلماء كتأثر لك على فكرك في أنه تصنع ما هو سعادة. فشنو هي السعادة؟
ساعد واش انك تحصل على الفلوس وتحصل على تكوين عالي وتحصل على منصب شغل عالي وتحصل على واحد المستوى من المتعة اللي هو واحد الشقة متوسطة ولا فخيرة واحد السيارة واحد النوع وتدوز العطار في واحد الاماكن. هاي العلماء، هذو العلماء. العلماء هي كتقول لك تكوين الام دي ليسونس ماستر دكتوراه، تخدم ان بوست بيان ريمونيري، تاخذ واحد الشقه دو بريفيرونس اشا تشريها ما تكرياش باسكو ما عندهمش في العلماء تكري، نو سا نيكزيست با، خصك تشري باسكو نو سوم لا سوسي دو كونسوماسيون. وملي كتشري هو خصك تشري دي مارك دونك تروج لي فرانشيز، وخصك دوز لي فاكونس واحد لي زون دروا معينه. وانتم راكم تشوفوا الهجره المعاكسه في الصيف، كلشي طالع اسبانيا كلشي، وشوفوا اسبانيا كتهبط عندنا. اسبانيا جارتنا ولكن منافس ديالنا، عمركم شفتوا اسبانيا هابطه عندنا؟ سيروا شوفوا المنتوج هذاك لاصوص طوماط اللي كياكلوها الدراري مع الفريت، نقولوا سميتها، سيروا شريوها في اسبانيا وشوفوا شنو كاتبين، مصنوعه من طماطم من اصل اسباني. بارك عليكم. حيت وتنافسوا، احنا اسبانيا ماشي خصم ديالنا، اسبانيا منافس. منافس بيناتنا صداقة، مع الشعب الإسباني عندنا صداقة، ولينا عندنا منافسة. إذا شوفوا العلماء من كيفاش جعلات من واحد العقول تولي كتغادى طالعة هجرة من شهر سبعة. شهر سبعة وشوفوا طرقان طنجة وشوفوا طرقان إسبانيا وشوفوا كيجي كيقول لك بلو ميم بري لقيت، وبلو ميم بري راه غتشرب عنده نمط ثقافي دبلادو. دابا غنمشي لك الجزء الثاني ديال سؤالك، لالا فين هي الخاصية ديال الهوية؟ إيه كنلبسوا، كناكلوا مختلفين، كنتكلموا دارجه، كنسمعوا موسيقى، واش هذه هي الخاصيه؟ كنصلي وكنصوم، واش هي الخاصيه؟ لا، ماشي هي الخاصيه. حتى هما تياكلوا كيشربوا حتى هما كيمشيو للكنيسه، حتى ماشي هي الخاصيه. الخاصيه القصوى هي منين كتجيب الافكار باش كتجاوب على الواقع. افكارك انت كشعب، انت انت كرجل سياسه، انت كمعلم، انت كاب اسره، افكارك منين كتجيبها اللي غتجاوب بها على الواقع ديالك؟ فاغلبيه افكارنا راه اصبحت افكار مستورده. بدا ما تشعر ملي كتشري واحد المجله داخله على كومون اتر اون فام، هذوك افكار تما ديال من؟ يعطوكم افكار افريقيا تما، يعطوك افكار ديال اوروبا ديال امريكا. هذا هو اللي قلت لكم ملي كتشريو الكتب ديال الانتيليجونس ايموسيونال عطيكم غير النص، لان راه خصها النص الاخر باش تكتمل. كتكتمل هي داخل الذكاء الثقافي، الذكاء العاطفي. بلا ذكاء ثقافي ما يخدمش. وملي كتدخل الذكاء الثقافي كتلقى اختلافات، كتلقى اشياء اللي فيها لا عندنا حنا ونعم عندهم هما. إذا واش تقدر أنت تلقى جواب فيه لا عندك وفيه لا هنا وعنده هو نعم، وتبقى منفتح بلا ما تزمت بلا ما إذا الخاصية فين هي؟ حيت كيعرفوها جميع العلماء في الفيزياء وفي الأستروفيزيك وفي الفيزيك كونتي، كيعرفوها بأن واحد الوقيته ما كتبقاش في واحد البلاصة لا ماتيير، كنوليو في لانفورماسيون. ما كتبقاش على البلاصة، كتسالي لا ماتيير، كندخلوا لو سوي دو لانفورماسيون، كنوليو كنتريتيو la matière de point de vue information qu'elle traiterait sous forme d'équations mathématiques qu'elle traiterait sous forme de théorie mais qu'elle reste chauffe la matière elle n'existe plus il y a la kainer qui m'a kainer fait ce mafia des classes qu'on a fait c'est le seuil c'est l'endroit de l'information pour le tahle de bahna fin waqfi et d'un mille qu'elle s'brille ou à l'ouizara de l'ouah l'qanon mettons à l'ouizara qu'elle t'fikr mettelen انها تجعل مراه ما كتولدش تمشي تكري رحم من اخرى من اي باب؟ من باب الثقافي؟ اين ثقافي؟ ثقافي العلماء الغربيه ولا الثقافي ديال العربي الامازيغي الاسلامي اللي غيتلاقى مع العلماء؟ ماشي البلاصه غيتلاقى. فاذا ملي نبغي نحافظ على الخاصيه، هذا هو محاربه الفكر التطرف. هنا في كيبدا انا ملي نبغي نحافظ على واحد الخاصيه، هي نجاوب على الخاصيه من انطلاقا من الخاصيه. حنا كتقول لك بس باغي نصاحب، انا ما كندير شي عيب باغي نصاحب. واحد العائله غتضربها، واحد العائله غتسد عليها، واحد العائله غتقول لها ماشي مشكل واجي بصاحبك للدار تعشى معنا مشرب معنا، ما دمتو ما كتنعسو ما كديرو والو غير مصاحبين كتمشيو السينما وتعانقوا وتبابسو ماشي مشكل. اذا مشينا لايت قبلنا لايت
قبلنا. شكون عنده الحق؟ مي هذاك اللي دخل في اللايت، مي هذاك اللي ضربها وسد عليها، وتا واحد ما بدا علينا جواب اللي جاوب هاد الفتاة ونقول لها علاش لا. انا غنقول لها بنتي واش عمرك قريتي لي لوا دو كونترانت كي برو بلوس لا كرياسيون دو ليسبري؟ اشنو هما لوا دو كونترانت؟ هما اي بلاصه فيها لا اعتبرها اي لوا دو كونترانت اللي كتجعل ليسبري تاعك يبدع. شنو يبدع؟ يبدع اشياء اللي ديالك بوحدك ما تقلدها حتى واحد، وغندخلوه مع ليسبري في لوا دو كونترانت. انا قلدت شي واحد؟ اذا نحافظ على الهويه اليوم يا اما كمعهد ديال التراث، كنحط فيه جلابه ونحط فيه البلغه ونحط فيه الكسكسو ونحط فيه الحريره ونحط فيه كذا، ونبقى نمشيو نزورو الميوزي المتحف. هادشي مزيان ولكن خصنا نزيدو نتعمقو، يعني خص يكون اكثر عن سين، خصي نكونو في واحد الارتياح انه انا صالح لي نكون مختلف. ما يكونش عندي تشنج، راه كاين اللي عنده ارتباك، كاين اللي عنده عقد، كاين بحرج. لا ما خصو يكون عندي حرج، انا صالح لي الحمد لله. انا هاد الفكر المتواضع وصلت للمقاوله، فملي مقاولة كتستعمل واحد مؤخرا مع واحد الملتي ناسيونال قال لي يا استاذ دريبي حنا اشتغلنا مع عدد من الاختصاصيين دوليين، وقلنا هذا العام انا نجربوا هذا الاستاذ هذا نشوفوا هذا، فلقيت اللي كتعطيه هذاك الماده غريبيه جاي من الواقع ديالو، عرفتي؟ كتشوف الناس، كتشوف الناس كيتحل ليه الجلد ديالو كيتنفس جلده جلده. واش دابا يعقل انت عز عليك الروك غتسمع الروك، غتسمع الجاز، غتسمع البوب، غتسمع الراب، وتخيل ملي كتكون داخل لعرس اختك وتتسمع تقال على الميزان المغربي والايقاع المغربي، والعود كيشطح عندنا حنا العود. العود كيبدا يحرك راسو، كيتهندب شعرو، وكتبدا رجلك تهز بوحدك. منين جاتك هذيك الهزه؟ هذيك راه جايك موروثه جد عن اب عن جد، اب عن جد جايه موروثه. اذا بغيتي انت تلقى ليها الاسلوب ديالها الابداعي وتخليها فين تسرح راه غتعاونك. بغيتي تخنقها ودير ليها شي نمط اخر راه غتلبس ليها واحد الصباط ماشي ديالها. مستمعينا غادي نتوقفوا مع فاصل اعلاني ونرجعوا مباشره لاستقبال مكالمتكم الهاتفيه على 0522 46 72 50 51 52. تواصلنا المباشر معكم مستمعينا، مازال مستمر، غادي نمشي مباشره لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه. معنا اول مكالمه العربي من الدار البيضاء. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله، تحت لي شرف مني بغيت نهضر معك سي مامون الدريبي. مرحبا مرحبا سي العربي. ياك راك انت تاج فوق راس كل مغاربه، بارك الله فيك، يخطيك علينا ويطول لنا في عمرك الله يخليك لوليداتك. بارك الله فيك سي العربي، بارك الله فيك خويا، شكرا. سي مامون الله يخليك، بغيت نقول لك واحد المشكل عندي انايا. تفضل. وبغيتك تعطيني شي نصيحه. الله مرحبا، الله يقدرني عليها. حيت ما قدرتش نهضر مع الوالد ديالي وناخذ النصيحه، انت اقرب الناس لي كاع المغاربه. مرحبا بك، مرحبا بك. شحال في عمرك سي العربي؟ عندي 23 عام. تفضل ولدي، مرحبا بك. 23 عام، خدام كوميرسيال. تبارك الله. نيفو باك عندي. المشكل اللي عندي راسي مامون هو انني كنت كنعرف واحد البنت. وكنبغيها بزاف صراحة، ما نكذبش عليك. ضحيت بزاف ديال الحوايج حقدا. ولكن كاع شنقول لك، كل شيء بنيته على ظهرها، بحال شي واحد كتحط الساس وكتبني على ظهره كل الاحلام ديالك. الله. ملي تفارقت انا وياها كنشوف راسي كنخسر كل شيء، بديت كنخسر صحتي. من بعد بديت كنخسر في الخدمه ديالي، ما بقيتش كيف الاول. وشنو السبب، شنو سبب الفراق ديالكم؟ يقولوا بس انت بغات هكاك بوحده قالت لك نتفارقوا؟ حيت بزاف ديال الحوايج كنت ديجا كنبقى ما فهمتوش، ما مقتنعش، ولا ما نقدرش نوصل لك هنا في الراديو سي مامون، ولكن المهم حاجه حتى بغات. لا اله الا الله. قول لي، عمرك سمعتيني شنو كنقول على الحب؟ لا، انا متبع البرامج ولكن كنكون مع الخدمه، راك عارف الحب كنقول عليه، الحب ليس له وجود ضمني بين الرجل والمراه، ولكنه صنع سوف يتم انجازه. كنقول هذاك اللقاء الاول، هذاك الشغف، هذاك العشق الاول، هذاك راه ماشي حب، هذاك راه غير انجذاب. الحب خصو واحد الاطار قانوني اللي هو عقد الزواج، اللي هو مؤسسة الزواج، اللي هو واحد الأمور كتضبط، وتندخلوا لهذاك الإطار القانوني، كندخلوا ليه بعد ما كنطمئنوا أننا في هذاك الإطار القانوني، كنبداو نحطوا العاطفة ديالنا وأفكارنا ووقتنا وفلوسنا
لانها كتحمينا هذيك المؤسسه ديال الزواج. مؤخرا بعد ما كنا تكلمنا العقل ديال اللسانه هذه واحد 15 يوم على الهويه الجنسيه عند بعض الشباب وكذا، راسلتني واحد السيده راه وريتك الايميل من اوروبا اللي كتعاشر مرأة معاشرة مرأة، وسمعت لنا هذيك السيده اجنبيه سمعت الحلقه وقالت لهذيك السيده، قالت لها هذا السيد هذا عنده الحق، لان انا قالت لها عايشه مع امراه مغرومه كنحبها كلشي معلقه ما عنديش وجود. لقيت اللي اخرى قررت تحمل مشات مع واحد الراجل لحتها، فالاخرى تصدعت قال لها زنزان، فقالت لها هذا الكلام هذا لو لقيت قالت لها شي طريقه باش نوطد هاد العلاقه هذه كنت غادي نوطدها، ولكن قالت لها ما عندناش. عندهم هما دابا مؤخرا في اوروبا وفي بعض هذا المارياج بور توس، ولكن ما لقاوش جواب اخر من غير هذاك اللي لقاوه المجتمعات العتيقه. المجتمعات العتيقه هي اللي لقات لو مارياج. كي خص واحد الا بغى يدير اقتراح جديد خصو يمشي لشي اقتراح اخر. علاش مشاو داروا مارياج بور توس؟ علاش مشاو شدوا المؤسسه اللي جابوها سنوات ديال الحضاره وقالوا له وسعوها؟ لا ما توسعهاش، خلي هذه ديالك ديال الناس وسير انت ودير مؤسسه اخرى. اذا لاحظتي هنا ملي كتلقى واحد كيوسع واحد المؤسسه كيكزيست راه ما قدرش يلقى معلومه، راه ماشي في المؤسسه فين كاين المشكل، راه المعلومه اللي غتعطيه الابداع باش يوصل للمؤسسه ديال الفعل ديالو ما لقاش المعلومه، فملي حصل في المعلومه مشى للمؤسسه اللي بدعتها معلومه من قبل. فهنا نصيحتي لك ولدي العربي، هاد الفراغ كيخصو يعمر يعمر، ما تبقاش في 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 شكون هو الانسان اللي مؤخرا كنفكر في واحد الظاهره، شنو اللي جعل في السنوات الماضيه بعض العائلات الله يسمح لنا ويسمح لهم تعدوا على اولادهم، ولا هذاك الشخص اللي كيقيس ولده، ولا واحد من العائله كيدير زينه المحارم. بقيت كنفكر شنو لقيت لاله؟ لقيت راه التطلع للمستقبل هو اللي كيجعلك تحب وتحترم الحاضر. لان الا شتي في واحد خوك صغير ولا في واحد ولدك صغير شتي فيه واحد الخبير في المستقبل، شتي فيه واحد الطبيب في المستقبل، وشتي فيه واحد المهندس، وعطاك الله الفراسه باش تشوف من عامين ثلاث سنين الذكاء ديالو تيبان لك راه غيمشي وغيكون كذا. ما تقدرش تقيسو لانك شتي المستقبل اش غيكون فيه. ولكن انت اصلا ما عندكش تقييده في المستقبل، انت عايش غير الحاضر. بحال ديك الدابه كيفيق الصباح كيفرس باش ياكل ينعس. دابا السبع واش كيدير ستوك ديال الماكله؟ كيفيق الجوع فيه الصباح كيبقى يقلب يفرس شي حاجه ينعس. حتى الغدا. المستقبل شكون اللي كيفكر فيه؟ تيفكر فيه اللي خرج تجاوز مقام الدابه. فهنا فولدي العربي انت دابا جربتي وصدقتي راجل. الراجل ولدي هو اللي كيوفى بالكلمه. صدقتي راجل. وفيتي بكلمتك وفيتي بالعهد ديالك. ارتكبتي خطا اللي انت كتطبقوه في الكوميرسيال. الكوميرسيال ما كتقدرش تليفري شي شركه تا كيصيفط لك البون كوموند. وملي كيصيفط لك البون كوموند ما كتسلم السلعه تا كتشد الفلوس. خصك بون كوموند باش تخرج السلعه من الشركه ديالك. وخصك ترجع الفلوس للسلعه اللي خرجتي من الشركه ديالك باش غدا يعطوك سلعه اخرى عاوتاني. دونك عندنا البون كوموند كيخرج السلعه. وعندنا البيمون كنطمئن على السلعه اللي ليفريت، ما عندها الكليان اللي كيعرفو وتيتيق فيه الباترون ديالو تيقول لي هذاك غيعطيه راه ديالنا معرفتنا حط لي السلعه وزيد فحالك، ولكن راه كيبقى الضمانه ديال المدير كوميرسيال ديالو ولا ديال المدير او المديره ديالو مول المقاوله ولا المشرف على المقاوله هما اللي كيقرروا، هو بوحدو ما يقدرش يقرر، ما يقدرش يجي واحد السلعه ويزيد. اذا علاش هاد القواعد طبقهم في خدمته؟ ما يقدر يخرج السلعه تيخصو البون كوموند، وما يقدر يحط السلعه تياخذ البيمون الا بامرين من المدير التجاري او مدير المديره المقاوله اللي عطاو الامر باش يخلي سلعه. اذا هنا علاش في العلاقات الشخصيه ديالو ما دارش القواعد الاعراب. السلام عليكم اختي عجبتيني، يا انت عجبتيني، هي ارتحيت لك، ارتحيت لك اختي، باغي نمشي للدار. ها باغي اختي نمشي للدار. علاش باغي نمشي للدار واختي وانا باغي نطمئن على 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 مشاعري؟ مشاعر عزمه عندنا، شنو غنطلقهم انا في الهواء هكاك في الهواء سوا؟ ما
ما تبقى انا اختي لا مشاعري نعرف انا نشوف الوالد ديالك نسيبتي باش شي نهار غضب مابقاش تدوي معايا في التليفون عيط لنا عيط لامك شنو تقطع عليا الله ما تدويش معايا نجي للدار كيفاش نجي للدار غير نجي للدار هل انت نوال معقول وموني بغي نتفلى لا لا ما مستعداش اذا ملي ما مستعداش نجي للدار ما مستعداش نحط عندك العواطف نحط انا عندك قلبي ونحط عندك الاحاسيس غدا تقلبي عليا ونولي نولي نغني الراي وطالق انا يا الشاب واللي جالس بوحد النوح اذا لاحظتي هو ملي ما دارش قواعد ديال الضبط غادي يقول لنا واحد باقي صغير 23 عام راه فين كيتصيدوا دابا الشباب تيفتحوا باب العاطفه وصيد النوح يبقاو غا فيه هو راه كل شيء حنا راه ترابيين ايوا شي عاطفه راه كلام كتبدا في التليفون في الاس ام اس كتسالي قهوه كتسالي سينما كتسالي قبلة كتلقو تتشعل عافية أو تتسالي في بلاصة أخرى كاين كذا أنه غير تحكم ما يمكنش شتي هذاك لامور بلاتونيك راه نيكزيست با عندك تسحب هذاك شكون اللي قدروا وصلوا ليه وخلصوا ثمنه غالي هما الرهبان المسيحيين هما اللي وصلوا ليه هو كيوهب نفسه داكار كيوهب نفسه للكنيسة ومرأة كتوهب نفسها للكنيسة وليني راه أكل بخي أكل بخي ما قدروش عليه الكنيسة البروتستان والكنيسة الإيفانجيليس في أمريكا كيزوجوا لي بخيتر الإجليز كاثوليك ما بقاش تلقى شي واحد يقدر يدير بحالهم فعندهم كنائس مسدودة وأنا كنقول حبايب المسلمين في أوروبا انتبهوا كتروج أفكار عندكم وسمعت بعدين تيقول لك إلا شتي كنيسة كذا عطيوها المسلمين هي ولا راه المسيحيين سواء ما عزيز عليه كنيسته سبح فيها مع باه وجده يشوف فيها غدا مسلم يزيد لكل ميز العنصري حنا النبي صلى الله عليه وسلم هاد اللي نصليو في الارض جعلت لنا الارض مسجدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم صليو في شي موضع صليو في شي ساحه اللي بغى يلعب بكم على حساب حسابات سياسيه انتبهوا منهم هادوك راه كيلعبوا ما تدخلش معاهم في اللعب السياسيه فهنا ولدنا العربي دابا سي ان جون ادولت يلا خرج من المراهقه 18 عام سالات مع 17 بدايه 18 كيجرب لا في ديال جون ادولت احنا كان في الفكر الاسلامي وفي تراثنا كنعرفوا واحد خاطر وعامر من واحد كيلعب اللي تيلعب هو اللي تيوهم نفسه انه قادر تيلعب كيخصو يدير بجنبه دريه شيبسو يبرك معاه في قهوه يركبها في الطوموبيل يصيفط لها اس ام اس تلاقى معاه هذاك غير تيلعب دور الدكار باش يحس براسو راه راجل عنده مرا تيلعب العامر لا راه يكون صغير وعامر شكون هو العامر هو اللي ما داهش في انه يمشي المسؤوليه العلامه ديالو انه خدام هاو شتي كل واحد تلقاه خدام كيصور استقلاليه هذاك عامر المصيبه تلقاه خدام وما يدو اختو ولا الباه ولا هذاك ما عامر هذاك تيلعب كيلعب مسؤوليه ماشي كيلعب يعني كيتفلى كيلعب مسؤوليه باقي الله ما شربات اما اللي تلقاه لا مستقل كتكفاه الماندا ديالو كيشيط منها شويه كيشري حويجات وكيعاون بالعكس مو با بشي حويجه هذاك شتي واحد الكلمه قال لك ما قادرش نفتح مع با مزيان ما تفتحش مع باك لان تقرصتي ما غنلومهاش لان ربما عاشوا المجرور هاد راه الدكار كيجر الانثى والانثى كتجر الدكار كيجروا بعضياتهم هو المصيبه ديال الهوى والعشق انه كيخدر ويخليك تجر هنا دابا هو تجر التجربه الجايه خصو ما يتجرش خصو يبقى ثابت اللي غير جالك ثابت هو الالتزام اجي اختي عجبتك وانا راه باغي نلتزم انا مثلا باغي نتزوج نجي لخطبك نجيب وليده نجيب وليد ايوا وانت باقي وشنو باقي وشنو نبركو نولفو بعضياتنا ونبركو في القهوه ونبركو في التليفون نبركو في السوايع غدا اتصل بيا تقول لي راه جا ولد خالتي في فرنسا خطبني غدا معاه نتفطى شتي كيف كيحمي تنفسه في هاد العلاقه شنو نعطي فرنا انت كراي اللي مضرر غير اللي بالك عام ومقلوب اذا دابا هنا فولدي العربي ما خصكش تعطل هاد مرحله فراغ شنو بقى دابا فراغ غادي يبقى ديما يدوز في هذيك القهوه كان كيبرك مع اهله رجع ديما تسترجع الماضي عمر 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 وياك حيت راه ملي غتعمر تقدر ترجع حيت راه كثر هادي عاكي عمر
اما هو تيتمرجع الدم اللي كيقلب عليها وتتعمر كيتمرجع، اما المراه كتمرجع بحال هذاك الكوب اللي عقلتي مؤخرا قالت لك الاخ والاخرى هي مشات لبرا وتزوجات وولدات تواصلات بغا تطلق ترجع تخربيق. كنلعبوش في العواطف. دابا استاذ الا سمحتي كاين اللي كيخاف لا يعمر مثلا في واحد وقت قصير ما بين لا مثلا يعني الحب ديالو الاول مثلا والثاني، ولكن كيخاف على اساس انه حتى تولي ديك المقارنه ملي كيكون باقي ديك العواطف باقا يعني ما مستقراش، ملي كيجي شخص مثلا جديد باش يلاه مثلا تبدا معاه مثلا واحد العلاقه اللي ممكن انها تؤدي للزواج، كيبدا يكون مقارنه ما بين مثلا ذاك الشخص الاول اللي كيفاش كنا كيفاش كتجي شويه صعيبه. هو لالا من الصعب تنسى واحد الموضع، حيت هو الانسان راه موضع كتكون حلمتي فيه وحلمتي معاه وحلمتي به من الصعب، ولكن اللي كيجعل سهل تجاوز هذه الصعوبه هو ان الانسان مادي ما هوش روحاني، وربي سبحانه وتعالى كبغي يخلقنا روحانيين ما يديرش لنا الجسم، يخلقنا في شي حاجه اخرى، دار لينا جسم اصله من التراب من الارض، فاحنا ماديين. واحد شاب شاد لها في يديها وشاد لك في يدك كيشوف في وجهها كيسمع صوتها بحال ذكريات، ذكريات راه عندها بوحدك خدام مع راسك، انت بوحدك فيك جوج، فيك انت وفيها هي، تخيل بوحدك ولاتي فيك جوج شخصيات، فيك انت وفيك المراه اللي كانت معك وكتخيل بوحدك خدام فيك جوج، هل مفعول فيه؟ ووحده بهلكا حدايا شاد لها يديها بحالك وكنسمع صوتها ونحس بالحراره ديالها، والوقيته اللي كيكونوا الذكريات ما كيجاوبوكش الذكريات، الذكريات كطرح سؤال عليهم ما كيجاوبوكش، يعني هي كتب ليها حبيبه توحشتك تقول لي انا توحشتك، ها كتجاوب. اذا شتي الواقع عنده قوه الحضور والذكريات عا كيسكنوا. اذا هذا الشخص خصو يفكر واش يحل الباب يتسكن ولا يعيش الحاضر العامر. مرحبا ورجونا لكم مستمعينا دائما من خلال البرنامج بكل وضوح. نواصلوا باقي المكالمات، معنا مكالمة من الرباط، معنا سي هشام. الو، السلام عليكم. لالا وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا سي هشام، الله يبارك فيكم. سلام أستاذ، مرحبا، تحياتي لكم والله يكثر خيركم أستاذ. بارك الله فيك سي هشام، مرحبا، الله يجازيك بخير. أمين. واحد بخير، واحد النصيحة إلا جات على خاطرك. الله يقدرني عليها. مرحبا خويا تفضل. الله، أنا عندي 32 كينيزيثيرابيست والحمد لله مزيان بخير، عايش مزيان. عندي أن بروبليم سكو تلقى مشاكل مع صحابي. أغلبية ديال الناس اللي صحابي تقربوا مني تيكونوا باغيين غير مصلحتهم، إن فوا تيقضي غرضه وتيقضي مصلحته صافي حتى التليفون ما تي يعني ما تيبقاش يجاوب ولا شي حاجة. لو بغيت نعرف واش نستمر أنني نبقى ندير صحاب ولا نتصاحب غير مع مراتي وولادي وصافي. لا لا، خصك تميز الفرق ما بين أشخاص عندنا معهم علاقة وأصدقاء. كاين دي بيغسون اللي عندنا معهم دي غولاسيون. حقاش كان عندي، كانوا عندي باغ اكزومبل واحد ثلاثه صحاب ديال الصغر ما خليت ما درت معاهم في الحاره والحلوه، ملي تتوقف عليهم ما تعقلوش عليك ما كذبش عليك. هذا دابا وليت فين وليت تنخاف دابا. تقول العرب في حكمتها خذ من صاحبك ما حضر ولا تلم. العرب عندهم واحد الحكمه ثقيله، خذ من صاحبك ما حضر ولا تلم. فالصاحب تيقول المغاربه اللي بدل صاحبه على 100 فالطه فرط فيه. هو صاحبك دار معاك 100 فالطه، تيقول المغاربه الا دار صاحب الا بدلتي صاحبك على 100 فالطه دارها معاك فرطتي فيه. دابا شكون هي العلاقه وشكون هي الصحبه؟ الصاحب هو اللي غيقدر يلقي وجهه للضربه جاياك. غادي انت وصاحبك شي واحد تعدى عليكم هز عصا شير عليك، صاحبك راه كيلقي ذات ولحمو للضربه اللي جايك، حيت عارفك انت كشتي الضربه جايك تي غتلقي لحمك للضربه. راه هادو هما الصحاب، والضربه يا اما ضربه ديال العصا يا اما ضربه ديال الفلوس. شي واحد كيتسالك وانت ما عندكش وجا هدك قال لك غدا راه غندعيك وغنفعل لك ونفعل لك ونفعل لك، وواحد صاحبك ساق الخبار ساق ليه ساق له، كيمشي هذاك صاحبك عندي تتصرف معايا وتيقول لي انا نعطيك الضمان ما تقربش صاحبي. شتي دابا هنا لابد ما غتمر بواحد البلايص اللي ما غتلقاش اللي يرد عليك في المستوى ديالك، حتى غتلقى ناسك. انت دابا غارق في الخدمه، غارق في امور الدنيا. الصحاب
راه الله اللي كيجمعهم. عندك صح. راه سيدي ربي اللي كيجمعهم لك. شتي غتبقى صابر حتى غادي يجيب لك ناسك. شتي سيدنا سليمان ملي تيقول على الهدهد، ملي تيقول في القران اني لا ارى الهدهد، ما شتش الهدهد فين هو؟ تيقول لهم الا ما جابش ليا شي برهان لا ادبحنه، يا اما غندبحو او اعذبنه عذابا شديدا. كيقولوا العلماء واش كاين شي حاجه خطر من الذبح؟ تيقولوا العلماء في الجواب ديالهم نعم، ان يحشره في صنف غير صنفه. فهنا ملي تشوف بان حيت راه كاين العلاقات، كتمشي واحد الاداره كتلقى واحد الرجل صالح كيساعدك كيوريك الميش كيفاش تصيبو كيوقف معاك امور، كتولي علاقه، كتلقى انت في قهوه تفطر انت وياه تشرب انت وياه، باقا ما غترقاش العلاقه المقام الصحبه حتى كنوليو خصها بعد المده، خص الزمان ماشي شهر شهرين صاحبي او راه بالعام بالعامين بثلاثه ومازال ما كاينش الصحبه، راه خص شروط، عندها شروط الصحبه. من شروطها الاولى المؤازره، المؤازره واحد دار غلطه وساعدني نخرج منها عدلوا عليا وساعدني انا درت غلطه حصلت انا درتها وفقني، خصنا نمشيو نقلبوا نديروا الحل. صاحب كيدخل معك في المعمعه صافي درتي هذه الغلطه هذه مزيان، نمشيو نقلبوا، نمشيو نطلبوا الناس تصالحوا معاه، نفديو بالفلوس، نبوسوا الريوس، نبوسوا اليدين، نرغبوا، صافي جبنا الصلح، خرجنا السيد من غلطه، اجي اخو اجي نبركوا معك. انت كيفاش درتي القضيه هذه؟ دابا كي جاتك بالمير نبوسوا حنا في الريوس ونعرقوا ونبردوا ونطيحوا ونوضوا، ما خويا خصنا هادشي. شي صاحب هو كيأزرك يعاونك، تخيل تعيط عندك غادي مشكل يطفي التليفون. شنو هو؟ هذاك المشكل فوتني عليك، ماشي صاحب. حيت غلطتي، ماشي حيت ظالم، إلا ظالم صاحبك هو يجيبك العدالة. شي لفتي ظالم صاحبك يقول لك شوف الشريف والله ما نخليك دوز دابا قدامي نمشيو للعداله. اما اللي خطاتي صحح معك خطا. المؤازره الصحبه المؤازره. المقام الثاني شروط الصحبه الستره. الستره دابا ما عندك واحد صاحبك كتعرف انت زوجته وتعرف ولاده وجيتي لقيتي مصاحب واحد الدري. انت كتدخل لدار ومرت والمراه ديالو كتقول لك خويا وتقول اختي وتعرف ولاد كلشي وكتثق فيه كلشي. صاحب صاحب ودرية قرطاسة صاحبك العين فيه مقلوب وعيط عليك لواحد المطعم ودخلتي انت كتغدى تدخلتي وبركات وتعانقوا هو شكون هذه صاحبتي؟ امتى؟ البارح ولك جبتيني انا هنا واخويا اش غندير خصك تجي معايا اش غدير؟ تفضحوا تمشي عند مرتك تقول لها شوفي صاحبي راجلك ها هو تخاف على صاحب على بلاصتك تهرب سورتو الا كانت هي كتعرف الباترون ديالك اش دير تهرب؟ ولا حصلتي وقالوا لك كنتي معاه تخاف تمشي تبيع تشكم كتستر وتشدو تقول لي ها الهار الا كان شي صحبه بيناتنا يا صاحبي واعتقني اخوك حطيتيني في حلوص راه ما نقدش عليها راه مرتك اخويا اختي والعائله حبابي واكل طعامكم وانا اخويا ما قديتش وتقول صاحبي وما قديتش وحيد من تم الا كان شي صحبه شتي كتمشي كتزو كتحط الثقل ديالك تبقى شاتم. ثم شروط الصحبه المجاهده. من المجاهده ما يمكنش تكون توصلت لواحد المستوى وتخلي صاحبك قل من المستوى. المجاهده وانا وصلت واحد البلاصه واحد المعرفه واحد كذا واحد كذا ونبقى مصاحب واحد اللي شدو يخسروا على كرشو اللي شدو يخسروا في شراب. المجاهده خصك ترقيه. كيف انت رقاك سيدي ربي وطلعتي لواحد البلاصه ودرتي الوليدات ودرتي الدويره وجمعتي الشمال وكاعده عليك ويه راه مجاهده كتبقى تجاهد فيه باللاتي هي احسن مجاهده باللاتي كتبقى تجاهد فيه ماشي كتنكرو. انت كتصبح كتصلي مستقم وهو صاحبك مسكين بلي بالشراب ما تفرقش معاه ماشي كتقولي ابتعد عني انك نجس كيفاش عاد عينا نجيس البارح ملي كنا بجوج كذا وكذا كنا صحاب اليوم انت هداك تدير ربي وانا وليت نجيس لا المجاهده كتبقى صابر اصاحبي الله يرضي عليك واصاحبي الله يجازيك بخير واصاحبي راه كبرنا واصاحبي والله يخليك اليوم غدالي واحد النهار تيتقاس القلب ديالو تقاس وحتى الا ما تغيرش وبعدتي غير باش تحمي نفسك ولكن ما كتفرطش فيه تعاونوا باش تخلص عليه الديون كتمشي كتقوم الحانوت كيتسالوا كتصل بك تقولي انا اللي فاكتوره ديال الحانوت عند صاحبي انا كتلقى مرصه ديالي كتسال حتى واحد النهار كيجي خلص من الحانوت تقول له صاحبي خلص يعني اذا دابا هنا كاين علاقات اللي غترقى مع المده بعد ما نطبقوا شروط الصحبه كترقى هذيك العلاقات الى اصحاب
وكاين اللي غتبقى في خانه العلاقه. وهذا استاذ موافقه الطرفين على الصداقه، لانه كاين احيانا واحد كيظن ان هذاك راه صاحبه يعني بغى يبدا معاه مثلا الصداقه، والاخر يعني كيشوف انه كيشرب معاه قهوه مره يعني بجوجهم خصهم تكون موافقه لانه يكونوا صحاب. هذه هي الشروط، راه الشروط اللي كترقي، راه ماشي غنقولوا لواحد واش تبغي تكون صاحبي، ما كنديروش بكونسونتمون ميتويال، ما كنديروش مناقشه. علاقه مع مثلا هذيك علاقه هو في بالو انه غير اصدقاء، يعني غير كما غادري علاقه ديال بحال مثلا في خدمه كتلاقى واحد طرف اسونسور خدام معاه تشوفو. الصاحب هو اللي غتوقف عليه على الفلوس، الصاحب هو اللي غتوقف عليه غترحل خصو يجيب طوموبيلته ويرحل معاه. المؤازره هي اللي كتبغي، راه قول هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. الصحبه راه مقام المحبه، راه فيها النفاقه. واش تخيل واحد تنحبك ما عمره هضر عليك للدار، الى وكلك وكلك شاورما الزنق على بحالك عرضك للدار ويدير دجاج البلدي ويدير من غير هذوك المجامله اللي كيحسبوا الواحد فين غيطلبوه. هذا واش على هذوك صحاب المجامله، لا حنا داويين على الصحبه. كيف فرح انه يجيب شي حاجه واعره ويجيب لك هديه تهادو تحابو، جاي مشى للبلاد جاب زيت العود وجايب لمو جايب لباه وجايب لك حتى صاحبو غادي عندك حتى للدار دق عليك صاحبي انا كنت في الحج جبت لك هذه البركه صاحبي راه كنت في البلاد. تهادوا تحابوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الهديه البرهان المؤازره الستره الصبر المجاهده، هادو شروط تيوريو ان هذيك العلاقه اللي انت كتظنها غير علاقه راه السيد كيحبك، راه رقى رقاه هو للصحبه. طلع شتي ملي يحب واحد الصحبه ديالك ما تعطيهاش ليه يمحنك، حيت راه هي بحال شتي. علاش المتحابين في الله تحت العرش؟ لانه هو ما باغي منك والو، ما ماشي بحال مع المراه باغي يقضي حاجته فيها، ماشي بحال الراجل باغي تولد منه. الصحبه راه ما باغي لا يولد معاك لا يقضي متعه معاك لا والو، باغي يعيش يشوفك ويدوي معاك. هادو هما الاخوه، هادو ما كنقولوا حنا خوك ما ولدته لك لا امك لا باك. اذا شتي هنا كندير واحد الشروط الصحبه كنحفظوهم حنا عارفينهم، هادو مقام الرجال، راه حنا مدونين على مقام الرجال. وهذا فكنتلاقاو علاقات، واحد ما بغاش يرقى ما بغاش اختياره هذاك، ما غنوش نقول نردو صاحبي هذاك علاقه. يجي واحد كيقول لك الله يرحم باك هذاك السيد صاحبك بغيتك تطلبوك، لا خويا الله يرحم باك ماشي صاحبي، هذاك السيد عندي بينو علاقه خدمه، هذاك غير علاقه لا ماشي صاحبي، صاحبي هو فلان، صاحبي هو فلان، هادو صحابي. هذاك السيد بينه وبينه احترام تقدير علاقه ديال زماله ديال 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 الاخوه ديال الخدمه، اما خويا لا ماشي صاحبي. كلمه الصاحب راه ثقيله، شوف لدرجه ان الصحابه غيدخلوا في الصلاه النبوي، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، ودخلوا الصحابة في الصلاة لما في الصلاة النبي، هو اللي دخلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان تيقول لنا وكيقولوا أصحابي أوصيكم أصحابي أصحابي أصحابي. لهذا حنا في المذهب المالكي كنختلفوا مع واحد المذاهب كيقيسوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عيتي قيسوا في أصحاب رسول الله. المغاربة عرفتي كنتشنجوا، ما كنقبلوش تقاس حرمة الصحابة وما كنقبلوش تقاس حرمة العائلة الشريفة النبي صلى الله عليه وسلم، كنقدروش. المغاربة عندنا أشياء مقدسة، أن الله سبحانه وتعالى مقدس بشكل قطعي، النبي صلى الله عليه وسلم مقدس بشكل قطعي، الصحابة وعائلته مقدس بشكل قطعي، دخلناهم في الحرمة الكبيرة، ما ندخلوش حنايا في الحرمة الصغيرة، ندخل في الحرمة الكبيرة. فعرفت شنو مقام الصحبة ولا؟ مقام الصحبة راه مقام خصو الإنسان يختر ويعرف ليه. إذا ملي بان ليه ان الاخر هي تيقضي مصلحته وتيقلب، اذا هو السي هشام كيبقى عاقد بسرعه على مقام الصحبه. صحبه هنا كانه عطال على مقام الصحبه، خصك تكون عطال. كنقولوا حنا خرجتي واكل من دارك ما يجيبكش الشوه ديال الزنقه، الا كنتي واكل في دارك هذاك اللي كيشوي السوسيس داكشي الله ما يجيبك، ولا خرجتي شي عان من دارك وعاد تما تقلب تما. اذا دابا هنا هذه راه جايه من الدار، شتي الا مشيتي حتى ما حبيتيش خوك هو الاول واختك هي الاولى، تبقى هاز قلبك تدور به عند الصاحب اللي ما هوش صاحب. نوض اعطي، هادو راه هما اولي الموجبي حبهم بالحق، هادو راه احبابه في المقربين اولى. نرجع نشوف امي وبا وخوتي في علاقه الحب، وندير الصحبه مع خوتي وخواتاتي هما الاولين. راه حيت الا مشات هاد البلاصه هادي فيها الخصاص راه غتبقى كتقلب على واحد الصاحب اللي ما هواش في المستوى ويتنصب عليك بحكم انك انت اللي غلطتي ما عمرتيش في صحبه خوك واختك امك وباك ولد خالك ولد عمك، راه المقربين اولى.
تواصلنا المباشر معكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال البرنامج بكل وضوح، ومازالين كنستقبلوا مكالماتكم الهاتفيه. اذا سمحتي استاذ نرجعوا للموضوع، يعني وضحتي لنا انه السعاده اللي كنسعوا لتحقيقها يعني للعيش الكريم والمريح هذه يعني داخله في الاجوبه، يعني كتجاوب عليها العولمه. الى فين هي الاجوبه اللي ممكن اننا نجيبوها من الهويه ديالنا وتحقق لنا السعاده؟ هو العولمه دائما اجوبتها زائد زائد زائد. عندك الدار زائد خصك دار فين دوز العطله، عندك فلوس باش يعيشوا الوليدات زائد خصك دير لهم الادخار باش يقراوا في جامعه وكذا، دائما زائد. احنا مع زياده الخير، احنا الاجوبه الهويه مع زياده الخير الله يزيدنا، ولكن الا جاتنا ناقص ما كنحماقوش. إذا حنا الجواب ديالنا للسعادة هو تكون عندك القدرة على التعامل مع المصيبة. حنا جوابنا لو بونور سي ان ليو دون لوكيل جو رياليز ما نوسيون دو بليزير، مي لو بونور فيريتابل سي ما كاباسيتي ا اسومي مون مالور. سي جوابنا حنا كده، حنا مع زائد ما كنخافوش من ناقص. اما العولمه كتعودك زائد 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 زائد، دارك تجي ناقص كينتحر الواحد ولا كيمشي يشرب ولا كيحماق. حنا لا، وهنا كنصح جميع الطلبه والباحثين في قطاع الاقتصاد والماليه يشوفوا الفيلم الهائل مارجين كول. مارجين كول فيلم هائل، للاسف الخاتمه خلتني ماشي بشكل اللي كنت كنتوقع، مشوش للعمق، ولكن هما تيحلوا في الازمه ديال 2008، الازمه الماليه غتضرب العالم في 2008، كيحطوا فيلم الا كان شي ميترون سين مغربي غيور على الانتاج الابداعي السينمائي يمشي يقرا الفيلم هذا خصو يتقرا. ما كاين فيه لي زيفي سبيسيو، ما كاين فيه والو، كاين فيه ادوار نص تخيلير بسيكو ايموسيونيل وسط الفينونسي قطاع، وكتلقى فيه تما في غتلقاو هادي تما في غتلقاو ما في غتلقاو بان السعاده هي القدره على تحمل المآسي. اذا حنا ما كنقولوش تلدد، راني با دو لا موربيديتي. حنا مسلمين، المسلم راه ماشي كيتلدد ضربه مصيبه ويخرج فرحان وكيعوم وكيغني تيقول الحمد لله عندي مصيبه غنتلدد. حنا كنقولوا يا رب لا نسالك رد القدر، ولكن يا ربي نسالك اللطف فيه. ثم دائما حنا القوه ديالنا في الجواب هو التبات، لان صيغه المتعه والبونور والسعاده هادو دي موتيف راك تلقاهم باختو. خصك تاكل بلو بونور، خصك دوز عطله بلو بونور، خصك تسمع الموسيقى بلو بونور، خصك تلقى لو بونور لو بونور لو بونور باختو. اذا ملي واحد النهار المراه عودتيها وشحنتيها والرجل شحنتيه، تخيل واحد النهار يفقد غير يعني حاجه من تخيل يمشي لي غير انتصاب مع مرته، عرفتي غير يولي ياخذ الدواء ديال لونكسيتي، غير ياخذ الدواء ديال زونتي ديبريسور، وغيزيد عليهم فياغرا، خصو ثلاثة. فياغرا ما غاتكفاش، خصو يزيد لونكسيوريتيك لونتي ديبريسور، ثلاثة. هذا عافات ليه الانتصاب، عاش شهر. تخيل واحد النهار يفوت لك ما عرفت شنو، مشي ليه. إذا حنا الجواب ديالنا من الهوية هو كنقولوا الإنسان عندك العولمة راه ثقافتها زائد زائد زائد، لأن خصها تدفعك دائما الاستهلاك، دائما المزيد. حنا كنقول اللهم زدنا ولا تنقصنا، حنا مع المزيد. ولكن جهاز المناعة ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كنقول الإنسان عندك جهاز المناعة النفسي ديالك، هو غدا تجيك ناقص واحد ولا ناقص جوج ولا ناقص ثلاثة ولا ناقص عشرة. ها المثال الأعلى عندنا حنا وسيدنا يعقوب، ومشى ليه المال ديالو كله، ماتوا ليه ولادو، مشات ليه صحته، كان كثر ماشي، وهو ثابت هو ثابت. إذا أمة سيدنا محمد راه مقامها راه أعلى من هذا المقام السي، ولأني خصك على الأقل تكون قدو. لاش هي أمة الابتلاء، أنتم شوفوا كاين شي أمة في العالم دابا مبتلية قد المسلمين، المسلمين مبتليين في كل شيء، في كل شيء، في لغتهم، في قرايتهم، في دينهم، في ماكلتهم، في كل شيء مبتليين. وعرف بأن اللي كيبتليه الله راه بجنبه، الله راه مبتليه وبجنبه. وانا والله ما يكون مبتليني بجنبي ولا يكون من المطرفين عاطيني كلشي وما محملش يشوف كم مرت كاع.
إذن حنا ها هي هاد الأمة هذه، حنا بغينا الولاد يقراو، بغينا المجتمع يتنمى، بغينا الخير، بغينا 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 ثقافة زائد زائد زائد. أجي يا ولدي شتك أنت كتأمل زائد، إيوا مالا با شنو؟ إيوا ناقص فينايا، كيفاش ناقص؟ إيوا النهار وليت في الصحة، ونهار يوقع لك كذا، ونهار يوقع لك كذا، أنا واحد السيدة طلقها راجل أحمق. سدت عليها في لاشومبر، ما تخرج ما والو، باغا تموت وكتبكي وتغوت. باه ما كيدقوا في الباب، وخش تحل وتغوت ما توصلش والشعر والحالة. باه صديقنا جا، مشيت لعندها بالك سمعها بنتي كل بس. وقالت لي تبكي وهذا وساكت كنشوف. قلت لها وناقص؟ قالت لي كيفاش ناقص؟ وقلت لها باك ومكبروك في الخير. قريتي في الخير. عشتي في الخير، كل شيء غادي بخير. جاتك ناقص وحدة في حياتك درتها الحلالي، ما جاك الله يستر كونسير، ما جاتك الزايمر، ما جاك والو، جاك راجل ما بقاش باغيك ولا ما عرف الله علم بيه مشى في حاله. ايوا ايوا. قلت لها انا علي الشيطان، واش انت هذه مغربية ولا مشي مغربية؟ قلت لها مغربية. وباش مغربية؟ بشفاوي مغربية، احنا ملي كتجينا ناقص ما كنحماقوش. خليت ناقص خدمت في حالي. تاعو لي باه قال لي غدا فوق الصباح بدا بوشها لابسه حويجه، قالت لي ما نجح خدمتي. شتي ثقافتنا حنا شنو هو البونور؟ سوني با توجور ديتر دون لو بونور. لو بونور حنا عندنا في ثقافتنا الهويه المغربيه العربيه الاسلاميه الامازيغيه القحه في افريقيا. واقلو اش قلت لكم؟ المغرب راه هو البوابه الامنيه لافريقيا والشرق الاوسط. بغى اللي بغوك راه اللي كره. عقلو، المغرب هو الباب الأمني لأفريقيا والمشرق الأوسط بأكماله. الحمد لله بديت كتبان البوادر. بفضل الشريف راه صالحين، هذا الشريف هذا الله يحفظه لنا، غادي بواحد الخطة ثابتة كيحدث واحد القوة روحية فكرية اقتصادية اجتماعية سياسية وأمنية. تخيل لا ليست كلها كتعمر. لهذا حنا تنقولوا ولادنا وبناتنا التبعت التبعت غير تبتوا وليداتنا اللي خصو خدمه واللي كذا التبعت عندك تزربوا التبعت راهم يضربوا شي بعضين وراهم تيوديو التبعت. وغتشوفوا بلادكم الحباب المستشار الامني في افريقيا وفي المشرق الاوسط في المويه نوريون كله المنظومه غدوز من هذه البلاد السعيده وانتم غتشوفوا ان شاء الله. ان شاء الله نوصلوا باقي المكالمات معنا. سميه من دار البيضاء. الو الو، للاسف انقطع الخط بسميه. ناخذوا ام ايه. تحيتنا لسميه وام ايه، من سلات من انكم ترجعوا تواصلوا معنا. نوصلوا باقي المكالمات معنا. وفاء الو، وخريت ما ان ناخذوا مكالمه يعني استاذ معنا سناء من القنيطره. واخا يلا. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله سناء. استاذ مامون بغيت نستشر معاك. الله يسهل عليك. امين اختي. سبحان الله العظيم، راه فيا شويه بحال خلعه بحال فرحه ما نعرف. عليك اختي ما صدقتش انا غادي تشد لي، راه ما عرفتش شحال وانا متبع هذا البرنامج. ربي جابها اليوم، ربي جابها اليوم. الله يجازيك بخير. عندي واحد المشكل مع راجلي. عايشه دابا انا معاه، المهم عندي البنيته الكبيره عندها 17 سنه. تبارك الله. شحال عندكم وليدات؟ عندي ثلاثه الوليدات. شحال في عمرهم؟ البنيته الكبيره عندها 17 سنه. عندي وليدات جوج صغار من البنيته. المشكل فين عندي؟ عندي انا ما غنشكر لكش راسي، مراه ديال الدار بمعنى الكلمه. المشكل فين عندي؟ فيك فاش كنبدا نخدم سبحان الله العظيم شي حاجه كيخشي راسو هو معايا بديك الحاجه. بحالاش؟ في جميع المشاريع ديالي كان سبحان الله فين ما حطيت يدي اللهم لك الحمد، ما كان ربي سبحانه وتعالى ما كيخيبنيش. اي مشروع كنديرو كيخشي راسك يكون كنخدم معاك. دابا حاليا انا حاليا كندرس الموضوع، كندرس المشروع. يعني داك الشيء غير بسيط، الا شافوا شي حد هكا عادي من برا يقول لك هذا المشروع راه ما يعيش جوج الناس. هو سبحان الله العظيم داك الرزق اللي كيدخل لي من هذاك المشروع كناكل انا وكياكلوا معايا، كنخدم معايا واحد جوج او ثلاثه ديال الناس وكنعيش مخيه مرتاحه مزيان. تبارك الله تبارك الله.
وي دابا دابا هي ماشي ربات بيت، انت راك ربات مقاولات راه تحت تبارك الله. الحمد لله دكتور، ما غاديش نشكر لك راسي من هاد الناحيه. ايوا وفين هو المشكل؟ ما غنشكر لكش راسي يا دكتور من هاد الناحيه. تبارك الله تبارك الله. ولكن دابا المشكل فين عندي؟ عندي ملي كان المشروع كيدخل هو كيبقى يخدم معايا كيضيعني كيهرسني واحد التهريسه ما تتخيلش يا دكتور. لا حول. واش عن قصد؟ واش كيقصد ولا عا كيخربق؟ العلم لله. ولا عا كيخربق ما كيعرفش؟ كيخربق دكتور، عييت فيه. سير عالج نفسك، خذ الفلوس الى ما اللي محتاجيتي، انا مستعده نوقف معاك نضحي معاك. كيفاش عالج نفسك؟ مالو حمق؟ راه في بالي العلم لله. بعد المره انا غنقول لك هو كيتعاطى المخدرات. لا حول ولا قوه. وكيمشي للقهوه كنقول له خذ 100 درهم، ما تقدكش 100 درهم، جيب 100 درهم للدار عندي. هاد الشيء انا دابا ملي كان هو كيكني برا في الشارع، برا في القهوه مع اصحابه، انا صاحبي فلان. وكان ودابا هذا هو المشكل، كنقولوا انا هاد الصح هاد الصحاب، انا حنا راه ماشي في المستوى ديال دوك الناس، تجلس معاهم في القهوه وتخسر عليهم الدم ديال جوفي انا وخدام معايا هاد الناس، هو كلي نطرفت الخبز، ما تحرمش علينا هاد الرزق، خلينا اللهم لك الحمد خدامه انا وهاد الناس ما تضيعناش. المشكل تيقول لك انا ما كنضيعش، انا راه ما كنضيع، ولكن انا ملي كتخرج من قدامي هذيك الخدمه اللي خدمت انا مثلا ديال واحد 50000 فرنك راك دايها خارج بها قدامي، ملي كيجي في عشي كنقول له حط الفلوس، تيقول لي ما كاينش. فين مشات الفلوس؟ ما كاينش. واش داها لك شي حد؟ المهم هذا هي الموال اللي عايشه فيه دابا انا هذه المده ديال 15 عام او 14 عام. ملي جيت للدار لقيته خاوي، تحملت المسؤوليه، كيضربني يا دكتور بعض المره في 10000 ريال في النهار، في النهار بعض المرات كيدي 10000 ريال في النهار. ملي تلاقيتيه النهار الاول وخطب فيك كان هكا؟ هو كدكتور كان خدام بعيد شويه، كان في واحد المدينه بعيده، كان هو في الدار البيضاء، وكان كيجي غير ديك المره في الشهر. ما كان يعني ما كيبان لي والو، واخا كيجي كيكني برا كيدخل ما كنحسش به. المهم العام الاول الزواج والعام الثاني بان ولا ما بانش؟ لا بان ليا انا، راه داك الشيء علاش انا تحملت المسؤوليه. المهم على الاقل مكبره ولادي، مخيرين، ما خصهم حتى شي حاجه. دابا غير انا المشكل اللي بغيت هذا، واش يمكن لي نبقى عايشه مع هذا السيد بهذه الطريقه هذه بهذا الشكل هذا؟ انا يعني كيضرب النهار اللي ما يديش 10000 يدي 5000 يدي 4000. هذا هو المول اللي عايشه فيه انا دائما، هذا الشيء اللي محمقني في الراس ديالي. لا 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 سنة، شوف دابا شنو هي السخاوه؟ واش الانسان كيكون سخي غير باللي عنده، ولا يقدر يكون سخي بالحاجه اللي يبدع ويعطي؟ خلي نسى يهمك ونسى راجلك، خليك معايا في هاد العقل عندي انا. واش سخي غير في اللي عندك، ولا سخي في اللي تقدري تبدعي؟ وانا ما عنديش نشكرك راسي، انا رانا زعما مبدعه كان هاني جيك ياك مبدعه ياك. يا واه وغتدبري على شي جوج مشاريع ولا ثلاثة المدخول ديالهم شهري ياخذوا. اه ايه دابا راه هذاك الشيء اللي دايره. ايوا ما كي كتنقري بزاف عليا دكتور، من انت فلوس كاملة تتمشي تنقري. ودابا هذا هو السخاوة، وقلت لك واش الساخية قلتي لي هي. وانا نفسك وماك الساخية ما غاديش. ايوا مالكي مالكي دابا ملي قلت لك ياخذها جاتك قاصحة. دابا انا الحمد لله دابا درت خليت له هذيك ديالو يموت معاها. ايوا دبرت على جوج بلايص خوين وكان عطيهم وكان دخل اللهم لك الحمد. ايوا خاصك تبردي راشي على فيك العافيه. على فيه العافيه. واحد راه كتشوفي فلوس كيمشيو ضايعين ما شغلكش فيهم. كتمشي قدام عيني. لا لا شوف الله يخليك. واحد الافريقي، حيت حنا افارقه، واحد الافريقي القبيله ديالو جات واحد الغابه فيها الضبع. هاد الضبوعه كيهجموا على المعز وعلى البقر تاع دوك الناس اللي في هذيك القريه، ما عندهم ما ياكلوا دوك الضبوعه. هاد الافريقي اش دار؟ كينوض كيمشي يشتري شي لحم شي قنص، وكيجي في الليل كيمشي للغابات يوكل الضبع. اليوم يوكل الضبع، غدا يوكل الضبع، تولفوا الضبوعه مابقاوش كيقيسوا المعز ويقيسوا الغنم. اللي بغى يشوفوا يمشي لإيشوايا
ويشوف الدوكيمونتير ديال البارح. يلا سي الدوكيمونتير ديال لو 13 مارس غتشوفوا السيد غاديين كيصوروا فيه الامريكا والضبع سوفاج كيعرفوا افريقي. كنقول لكم الافريقي عنده واحد الحكمه رب بعضه. ما دارش لهم السم، قال لهم ودي هذا موروث، قال لهم هكا، قال لهم هذا موروث افريقي، قال لهم انا قتل هذا الحيوان، هذا راه فقير درس كنعرف في الوالا، عدوا المعز وعندو شويه ديال البقر، كانوا كيجيو ديك الضبعه مع ما كيصيدوا ما كيقولوا الزحف ديال القرى وصل لهم للغابه ضايقهم بالفلاحه وضايقهم بهذاك الشيء، فولاو كيتكاولوا مع المعز ديالهم يتكلوا على البقر. وماشي بعيد كانوا ياكلوا حتى الدراري، هو براسو عضاته وحده، قال لهم راه بالعضه اللي عضاتني وما قتلاتنيش عرفها، كترسل ليه ميساج قالت لي راه ما باغيش نقاضيوكم، راه باغي نعيشوا معاكم. قال لهم راه بامكانها تاكلني، لما طاحت في الارض وتكات، قال لهم عقب شاتني عبد الفار، دارت لي بالفار وبحكوا زعما فهم راسك. فكيمشي في الليل بقفه بوحده للغابه وتيبرك في الارض، عرفتي الضبعه قداش، عرفتي راه قد العود، كاين تحيد ليه بعضات تحيد ليه راسه وتتزيد ليه تل فمه، تهز اللحم بالعود يعطيه لها وتاكل هذه وتاكل. عمرك تشوف ملي كياكلوا كتكمهم كتعيط على الضبعه كتقول لهم صافي ميكو عليه، كتعيط هكا الضبعه وكيتلفتوا عنده كامل بحال كيشكروه كيتلفتوا، لدرجه ولا كيولف هذا الشيء لولاد القريه اللي هما ساكنين فيها وكيجيبهم يتفرجوا ما يخافوش من الضبعه. وحده اخرى داروها مع التماسيح، التماسيح عندهم واحد النهر كيقطع لهم يديهم يقطع لهم رجلهم، جا واحد العجوز ربى واحد الفرق ديال الدجاج كيوكل التماسيح، قال لهم التمساح يزال ياكل دجاج حي ما كيبغيش ياكل دجاج جيفه، كيبغي ياكلو حي. فهذاك الافريقي ربى واحد الفرق ديال الدجاج كيديروا في قصبه وكيجيك على التماسيح، ما بقاو يعضوا حتى واحد في ديك القريه. هذا هو لا ساجيس افريكان. دابا واش بغيتي بنت عمي سنه نعطيك الحل افريقي، راك عطيك حل افريقي. دابا انت هذا السيد ولدتي معاه النهار الاول راه بالك القضيه كي دايره، راه حنا دايرين حلقه في هذا الاسبوع على هذا الموضوع، انا عايز سبقت ليها اليوم شويه، درت لها ذاك البريفيو ذاك البوندانونس، درت لها البوندانونس. اذا هنا غتمشي عارف اختي غتسخاي، غتسخاي هي الاولى، ماشي غديري عاد تسخاي، حيت الا مشيتي حتى درتي عاد سخيتي ما غتجيش، خصك تسخاي في خاطرك. انا يا ربي ناويه ندير واحد البركه هاد الفلوس لهذا السيد يتكفى بها ويتعاون بها ويدير بها. عندنا غتجي عندي واحد السيده لالا سناء عايشه واحد الحياه مع راجلها وليس ما تكونوا كاملين ان شاء الله، واحد السعاده. قلت لها لالا واش يمكن لك تعطيني الوصفه؟ قالت لي يا سيدي ما كنتقدش راجلي، وملي كنشوفو تزير هي بيع وشريه وعندها الخير، كنشوفو قالت لي تزير مع المنطقه، كنقول لي عافاك راه ما ساليتش نجمع هذوك الكراوات، دوز خذهم وقضي لينا امور الدار وخلي عندك. قالت لي وانا عارفه هذه النص راه غيضربو محتاج ليه باش يعاون خوتو وامو. قالت لي وكندير راسي ما كنعرفش نحسب وكندير راسي كننسى. قالت لي بشوي بشوي تولف هذوك الكراوات ياخذهم، وانا راه اصلا بغيتو يولفهم ياخذهم، ملي يولف ياخذهم وتيقضي بهم امور الدار وامور وامور عائلته. قالت لي فهمت ليه بانه ونكونوا نخوه بلا ما نبقاو نشد ليه نقطع لك، انا سديت عيني لشي حوايج وانت كون راجل شي حوايج اخرين. قالت لي مشينا غاديين بخير وعلى خير ثلاث ساعه. قلت لها معلمه شتي انت معلمه اش كتسحب؟ لا دابا حنا ولينا على العولمه. شيغي اون ديسكوت، اون دوا ديسكوتي، سي امبوغتون، سي لارجون دي زونفون، سي لارجون دو فويي، تو لو غاسبي في لي سيغاريت، تو لو غاسبي في لو تاباي في الكول افيك تي كوبان. دار العولمه عندي، وكانت عطاتك وعطات فرنسا، عطات واحد الحلول في امريكا، حنا عندنا حلول اخرى. وغادا غادا عاد تمشي. ولكن نمشيو بين مجموعين غدا، ما معنى غدا؟ الدنيا غدا غدا. دراري ولادو باغيينو، واللي فاتو الجيل معطوب، ودابا دخلناك بالله اللي كيخسر فلوسو في الحشيش هذا مالو شهر بلا طيغو دانشتاين، وكنسالفو تاع شهر بلا غلط في دانشتاين والله ما يخسر فلوسو في الحشيش ولا. تشوف واحد كيخسر فلوسو في الحشيش، خسر فلوسو في الشراء، شنو هذا؟ هذا منتوج على الجيل المعطوب. هذا نظلمو ولاد عمنا وحنا منهم. إذا هنا عفا اختي ربي يسر لك. يسر لك عندنا واحد السيد مشى عند واحد الشريف مراكش، قال لي واحد السيد انت داك الناس راه معروفين، قال لي بالدعوه ديالهم سير عندهم، قال لي وقول لهم دعوا معاك. تعاود قال سيدك، قال لي اخويا زيت واحد البركه، مشيت نزور هذوك الناس دقيت في الباب ويخرج لهم واحد ولدهم سكران، السلام عليكم، قال لي جيت نشوف فقيه فلان،
قال لي انا والده تريس كرانتي بي ما سيت بيلا. قال لي واش كاين؟ قال لي لا ما كاينش. شافو شد هذاك الجواف يدو قال لي اشنو فهاد الشيء في يدك؟ راه علي نعطي البا بغيتي نعطي الشريف راه نعطي الشريف. الاخر شافو سكران هو يقول ليه لا لا تغدى تغدى. قال لي تغدى ونجيك باك اجي غدا تغدى غدا وين راه؟ تلقى بوه دخل عندو برك معاه قال لي سيدي وانت وسمك الخير اللي جاتك بخير عندي واحد الامر كذا وكذا. قال لي ها ولدي راه اللي كيقضي الامر راه حل لك الباب انت ما رضيتيش بيه. قال لي سيدي اللي وليت صفر. قال لي اللي غيقضي لك الامر راه حل لك الباب انت ما رضيتيش شنو زعما خصك تلقاه لابس جلابه ودير ريحه العود وساجد شنو زعما؟ يضع الله سره في اضعف خلقه ما شغلكش في الحال ما شغلكش. واحد كيضرب سبسي واحد كيبرم واحد كيشرب الشراب ما شغلكش ما شغلكش. حنا فوقاش غنقول واحد المرج مع راسك ملي يصبح ظالم ملي يصبح هذاك ملي كيتحشش ولا كيشرب الشراب ولا كيقمر ظالم حنا ضد الظلم اما ما ضدش الابتلاء ما ضدش البليه. البليه رمولها والله حيدها منك في لحظه ولاني ضد الظلم. سكران وتجي تضرب بنت صغيره غدا عند القرايق وتقول لها جي قصري معايا هذا ظالم. تجي تمس ولدك في كرامته هذا ظالم. حنا ضد هذا الظلم كما كان نوعه ضده ولكن الابتلاء ما ضدوش. الابتلاء حنا عارفين مولاه شكون هو. ابتلاه هو بالشراب وحمد الله انت ابتلاك شي سيدنا رسول الله الحمد لله الذي عافانا بما ابتلاه به غيرنا. وتخيل بزاف هو داك الشرب تعفك اللي يقدر يحيد منه هو الشرب تيبدا لك بالنفحه غادي وخا صبعك في نيفك وكتنفح في الطابه وكتولي حاجتك كعب الله يبارك وانت خاشي صبعك في نيفك ولا يبتاليك بشي يعجب كاع يبتاليك خصك 10 مرات تقش راسك بقنبه بحال الجرو وتقول لها قرزي تتموت مشنوق فوق منها يجي عبد الله يبغى يفكوك لقاوك مزرق يلاه كي غادير لهذيك الساعه يلاه ولا يبتاليك خصو ما عرفت تمشي مع شي عجب صاحب مع تيمساح تاع نقوت بوصو جايب لي تيمساح تفرسو كاع كلاه كله مالو مزغوط تيمساح كان باغي تيمساح اللي تنقولو حنا المغاربه اللي عاب يتعب تنعيبوش. اذا هنا كان سايسو المسيس ماشي ضعف ماشي خوف محبه باغي لك الخير كان سايس معاك باغي لك الخير. هاد السيد سنين 17 عام الزواج 14 عام الزواج 14 عام دابا استاذ ربما هي كانت 15 عام كيف ما قلت يعني راضيه وشايفه هادشي من الاول وقابله عليه حتى الواحد حتى كيعيا يعني كيعيا عاد ديك الساعه كيولي لوم الاخر على انه مثلا راه ما كيديرش بانه ماشي اهل المسؤوليه بانهم هذا هو السخوه. علاش كان علاش كان تي لانه شكون اللي كيسخى راه هو اللي كيديرها لوجه الله هو راه كل فعل صدقة. حنا عندنا الفكر الإسلامي راه فقط كاين الصدقة. الصدقة راه عمرها ما ترقى المقام النفقة. والنفقة راه كترقى المقام الصدقة. دابا مثلا نعطيك مثال خرجتي 100 درهم من جيبك صدقة. كتكتب لك صدقة. وخرجتي 100 درهم من جيبك مشيتي شريتيها الحم وفنيتك هاد 100 درهم اللحم باغا تقلي منها وتشوي منها وديري منها تعمريها باغا تفرحي راجلك وعائلتك وولادك. نفقه زائد صدقه كترقى النفقه الى مقام الصدقه والصدقه لا ترقى الى مقام النفقه. تخيل انه الراجل كيقول لنا مش عسلم كيتغدى وكيتعشى مع مرته هز الدغمه من الطبق من الطاجين دار لها فمها هو عاوكلها نفقه اعطاته الاجر صدقه. تخيل الراجل كيجامع زوجته النبي صلى الله عليه وسلم كيقول للصحابه لا جامعتي زوجتك كتاخذ الاجر. قالوا الصحابه زوجتي. قال لهم اه زوجتك جامعها تاخذ الاجر. قال لي علاش؟ قال لهم شوفوا معايا الا زنيتي تاخذ سيئه. قالوا له اه ولا ما زنيتيش كتاخذ اجر. قال لهم اه وقال لهم راه هي هذيك. تخيل معاز شوف عطانا ربي المعشره والربح المحبه وربحنا حاجه ما كنبيعوش مع الله غير هو تيورينا ان البر هو اللي كيجيب الخير والخير ما يطلعكش للبر. نعطيك مثال وكل اليتامى تدعيه
وكل الفقراء تدعية وانت ما كتآمنش بالله، انت كدير الخير ما تطعش البير. وواحد كيصيد يبقى له غير شوي كيقدش يدير الخير، ولكن ما كيضيع حتى حوته اللي غي يستهلك غي كل ما ياكلش كيرجع للبحر، وكي يحافظ على البيئه خايف من الله يحاسبه في هذا الشيء. هذا كيدير البير ما قدش يدير الخير بحال الاخر. الاخر دار الخير، الخير على من الله ما مولاش غيدير معاه، ولكن معمر الخير ما كيرقى المقام البير، والبير مولاه يرقى الخير. اجي دابا انا هي على الخير عندها في يديها، انا بغيت تطلع المقام البير. شنو قال لنا الله على البير؟ ليس البير ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ماشي البير هو تصلي وتصوم وتقول انا كنصلي ونصوم قرا قران ومحصنه وما كندير السحور ما كنديرش الدرس عبد الرحمن ما كنمشي سوق الجمعه ناخذ العشوب نخربق، ما انا ما كنديرش هادشي انايا، ما نشكرش لك راسي انايا، راه ماشي هذا هو الخير. هذا هو البير، هذا على الخير. والبير البير معروفين مواليه بالنفق، النفق لوجه الله. وشكون اللي علمنا كننفقوا على جميع بما فيهم غير المسلمين؟ ننفق على واحد ما كي امنش بالله، ما شغلكش، مخلوق عبد من عباد الله، كائن حي فيه الروح تتنفق عليه، لا لشيء الا البير معروف بالنفقه. ثم المقام الثاني ديالو الجهاد، نفقه بالمال والجهاد. ما معنى الجهاد؟ الجهاد محتاجك التعليم دابا تقري، وانت طبيب كتسالي الطب وبقي عندك الصحه وبقي عندك العرفه بتقري، حيت الا هبطتي انت طبيب تقري مع الاساتذه اسفيتي، ماشي بحال الاستاذ كيقري اسفيتي، هو عاد يقري في النظري، انت راك جايبه كله تطبيق، وملي كتلف هذاك الدري يلقى واحد الطبيب تيقري، الا جيت تقري وانا راه بخدمتي كربح فلوس كلشي وبغيت غير نعطيكم الهمه العاليه، هذا هو الجهاد. الجهاد الاكبر ان نرفعوا الهمة الناس ونجعلهم يصبروا ونجعلهم يتفيقوا في بلادهم في وطنهم. فهنا عاف اختي هذا السيد هكاك مديور هكاك، ما تبقاش تحسبي فلوس كلهم غير في لا كولون كريديتور، راه تيكونوا حتى في لا كولون ديبيتور حتى هما تيكونوا، وفي المقاوله تو سكي ابارتيان لا سوسيتي كيحطوه في لا كولون باسيف، سي اون ديت، شريتي لوكال ولا كتحط في لا كولون باسيف في البيلون، كتحط في لا كولون باسيف، سي اون ديت، سي اون ديت مديونيه ليك انت ديالك، انت كتسالها لك المقاوله، ولو انها في ملك المقاوله سي اون ديت. نهار اللي تبغي دير سول تو كونت خصك تكون بعدا الباسيف اش درتي فيه، تولا امورتي خلصتيه، تولا امورتي من ناحيه لامبوزيسيون، تولا امورتي من ناحيه كذا من ناحيه كذا من ناحيه كذا، سي اون ديت هو كون دو امورتير. دونك هنا هذيك النفقه اللي غدير وكتشوف فلوسها ما جاو اتت للدار، ما مشاو سافروا بهم، ما كتعتبرهم ضايعين، ما ضايعينش، ما ضايعينش، كيخليو لينا اصلاح ذات البين ثابته. احنا راه امه ما تنخافوش. تخيل سيدي ربي كيعطي واحد البنت، انا ملي كنشوف هذا الحديث هذا، هذه البنت هذه كنشد راسي وكنتبهت، تيقول لكم الله سبحانه وتعالى بانه لا اجتمع الانس كله والجن كله وطلبوا الله يقضي حاجتهم من اولهم الى اخرهم واعطاهم حاجتهم كلهم من اولهم الى اخرهم في الانس والجن، ما ينقص ذلك من ملك الله قد ما كيهز القلم من البحر، قد ما هذا الخلق كله اعطاهم ما بغاو من نهار اللي خلق سيدنا ادم حتى يرث الله الارض ومن عليها من الانس والجن. دابا حنا واحد 6 ملاير وشحال من ملاير كنا، دابا حنا راه دابا 6 ملاير، ومن عهد سيدنا ادم اليومين هذا شحال كنا وشحال غنولي شحال ماتوا وشحال غيتزادوا وشحال غيموتوا، هادو كلهم جمعوهم حطو قدامك، والجين اللي قبل ما ينزل سيدنا ادم هما سابقيننا، علم الله شحال من عام سابقيننا من اولهم لاخر، هذاك الجين باللي حي واللي مات واللي غيتزاد واللي باقي ما تزاد كلهم جمعوهم وقول له طلب اللي بغى فمك على فمه، وبقى ياخذ 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 ياخذ، كيقول لك سيدي ربي قد ما هز القلم من البحر انت ما شدهاش. هذه راهي اش كيقول لكم، ان يوقى شح نفسه فاولئك هم مفلحون. يوقى مبنيه الى المجهول المعرف، المجهول وما عطيش السبب، المعرف هو الله سبحانه وتعالى.
مستمعنا غادي نتوقفوا مع فاصل ونرجعوا نواصلوا برنامج بكل وضوح. اذا مستمعنا نواصلوا باقي المكالمات معنا خديجه من مكناس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله خديجه. اخت سناء ما عفاكم بعد هذه النظره. لا 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 شكرا لك خديجه. غريسه من عند صديقتي غيزلان بكاليه. مرحبا 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 بارك الله فيك. تحياتنا ليك والصديقه ديالك. الله يبارك فيك اختي سناء. شكرا بزاف. انا فرحانه اليوم حيت قبض لي الخط. مرحبا بك مرحبا بك صاحبتي. كنقول لها شدي لها الفم ما تهضر. مرحبا بك لالا خديجه. مرحبا. شكرا بزاف. المهم راه عندي بزاف د المشاش والقطوط والثلاث ولكن اليوم ديال النشاط ما غنقول حتى حاجه. عندي 39 عام وخيرت. مرحبا بك. متزوجاش. ايه باغا عندي كلمات شكر. لا اله الا الله. تفضل. من مكناس العاصمه الاسماعيليه. ايه اتصل بكم انا خديجه الامازيغيه العربيه الصحاويه المغربيه. ايه ونقول كنشكر الله حيت الخط قبط ليا. المش كبير والمشاش تاكل فيا. لكن انا اليوم ما هضرش على الليبيه. اذاعه ميد راديو تستاهل نشكروها شويه. واخا هي كبيره بزاف في عينين الكل وفي عينيا. لهلا يخطي الاخت سناء والمقدمين على التضحيه. وما ننساش الاداره الاذاعه والجنود الخفيه. وشكرا للاستاذ اللي مريح لينا النفسيه بافكاره النيره السديده الرقيه واللي مفاجئ علينا بمواقفه الفكاهيه واللي منمي فينا روح المواطنه المغربيه. الله يعطيك الخير كله في الاخره عاد في الدنيا. ويبارك لك في وليداتك ويجعلهم خير ذريه ويحفظ لك الشريفه وتعيشوا في سعاده زوجيه ويخلي كل مغاربه شعله نحاربوا بها الاميه. تبارك الله عليك لا خديجه. تبارك الله عليك. ديال هاد الغريته ديال جليل. ديال هاد الغريته ديال جليل. لا تنديرو حنا الغريته ديال جليل. بغيتي نعاود الغريته؟ لا حنا غنعطيوك الغريته عندنا. هذا هو هادي ديالنا. هادي ديال الاستاذ جليل خطفناها ليه من البرنامج. تبارك الله عليك لا خديجه. ان شاء الله مكرمه اخرى نعاودكم على شي مشكل ولا شي. مرحبا بك باش نشدوا العقل نقلموا ليه الظفار. تحياتنا لك. شكرا لكم بخير. الله يخليك ديما في البسط والفرح ان شاء الله. هذا هو المعروف على المغربيات انه تيجيبوا طاقه والله اعلم من كيجيبوها. والله اعلم. حنا رجال راه عندنا ديك الخرجه كتقدر تزير هز الطوموبيل تخرج. المراه ما عندناش هذيك الدار تخلي الاولاد لباهم تخرج. كيعطيها الله واحد بحال شي ريزيرف شي بحال شي واحد مشى ليه الاكسجين في قاع الماء وشويه تلقى راسو باقي عنده في صدرو الهواء. هما كيعطيهم ربي واحد السر ما شاء الله. الله يجيب لنا معكم. تحياتنا لك خديجه. شكرا لك بزاف. ناس من دار بيضاء. الو. اي الو. الو السلام. الو السلام عليكم اسيدي. صباح مساء النور. مساء الخير خويا. مرحبا كبير هذا دكتور. الله يكبر بيك. الله يكثر خيرك. الله يجزيك بخير عافاك الا جيت على خاطرك. تفضل. بعض ديال النقاط متعلقين بحياتي. مرحبا خويا. وبغيتك تنورني في رب العالمين. يا ربي امين اللي قدرنا. الله يكثر خيرك. تفضل خويا. الله يجزيك بخير. عندي الا بغيت نعبر عندي الطاقه ديال عافاك شويه مرونه هذه مده ديال خمس شهور ولا ست شهور. باغي نخدم على بروجي ديالي وما لاقيش مثلا كنخدم عليه عقلي وليني بيدي ما قادر ندير والو اللي ماشي من عادتي. الا بغيت نصور راسي شنو غادي نلقى عندي انا دابا اوناستونس دو ديفورس مع واحد السيده ديالي. نعم عندنا ولد واحد وي. شنو السبب الطلاق؟ السبب ديال الطلاق الا سميتو هو ان السيده ما متحكمه فيها. الا كنت نتمنى ما نكونش خاطئ في هذا باش ما نتهمش شي حد. المهم ما متحكمه فيها وباغا هي تتحكم في كل شيء كما دايره معايا سميتو. وإلا بغيت سميتو كنت فهمت مزيان بغات انه يكون الراجل كاين بحال ما كاينش كيف ما اصلا ما با معمر نتمنى ما نكونش خاطئ في هذا ما نكونش متهم شي حد. فسميتو طلاق انت ولا زوجتك؟ نعم. شكون تاع الطلاق؟ لا حتى واحد ما طلب الطلاق. انا اصلا هي خرجت من الدرج ما تحوجها مشات بحالتها وانا اصلا ما بغيتش ندير ردت فعل تاع ان نطلق لحقاش انا عارف بان شكون اللي كي سميتو ما بغيتش الدقه تجي في ولي. لا حول ولا قوه. الدقيله قصاف وصير طلقها صافي هما ديجا حابسين عليا سبع شهور ونص باش ما تشوفوش عليهم سبب فات سير قد سميتو سير قوى ان عاصف راه الا مشيت تطلقت غادي يبداو يجي دائما كيقيسك ديك القنت اللي كيعذرك باش انت سميتو. واخا المهم ماشي مشكل انا كامل هاد الحمد لله فرحان به. كان بغيت نسولك حاجه واش هاد الطلعه اللي انا ما باغيش نطلق دابا راني كان وليت كنشوف ولدي
وليت كنزيد المهم شي شويه مره وليت كنخدم هنا كنسكن زيانه في الوقت دابا وليت كنشوف ولدي ولات نتلقى معايا في الوقت بشويه بشويه انا كنقول هذا الخاطر هذا بغيت نربحو لاجلي باش ولدي ما يتاداش في حقه من الله ماشي مشكل هذه امور عارف بان سيدي ربي غادي يسخرها بشي طريقه من الطرق بغيت الراي ديالك حاجه اخرى الله يكثر خيرك عافاك انا عندي هذاك المشروع ديالي اللي انا خدام عليه باذن الله الله يسهل الجميع بغيت ناخذ ما عنديش فلوس باش غادي سميتو عندي كتحرق لي العزيمه وكتحرق لي الطاقه وكتحرق لي سميتو الاراده ولاني باغي فلوس باغي كريدي واش ما عندي واش ممكن انا عارف هذا ماشي تخصص ديالك ولكن بغيت غير رايك الله يجزيك بخير واش باش ناخذ كريدي من البنكة يعني كريدي دو كونسوماسيون باش نديماري به وي ها هو فيه الربا وي شنو العمل عندك؟ انا موظف انا في الاداره مع الدوله ومن الموظف بغيت يدير مشروع اخر وين انا خدام على مشروع يعني ماشي مجرد عندي مجموعه ديال الافكار مجموعه ديال البرودوي باغي نخدم به لقاش انا اصلا باغي ننتقل من الوظيفه العموميه سميتو ما كنقول ماشي دابا انا ما مزروب شو ما سميتو انا غير بشو بغيت غير مجرد نخدم انا كنتمنى من الله انا ما باغيش انا اللي يعني ندير فلوس ولا شيء انا باغي شي حاجه كاينه في قلبي ما عنديش شي حاجه في هدف حياتي داكشي اللي عندي في راسي بغيت نخرجو للناس يخدموا به ينتفعوا به انا بغيت انا غير باش ما يبقاش الامر لقاش ما عنديش ماشي اهتمام من غير الخدمه ديالي الا هذا المشروع هذا هو بغيت انا بغيت نديماري وعلى الاقل غير باش نخدم غير باش نبريكولي راه خصني اصلا ماتريال خصني مواد خصني نصاغبو نخسر هذاك الشيء خصو واش ممكنش تكريزي كونسوماسيون سي انس نعم سي انس الطريقه باش كتكلم علي الساكادي وي بصح لا حقاش متعب كنحس براسي متعب شويه الطريقه باش كتكلم علي الساكادي هذا سا غوفليت واحد المستوى ديال التشتت الفكري عندك اون ديسبيرسيون وهاد لا ديسبيرسيون انتيليكتوال اللي عندك انت في الاول المكالمه فسرتيها على اساس طاقه وي هذا ماشي سببها الطاقه سببها اون انستابيليتي بسيكو ايموسيونيل عندك اون انستابيليتي بسيكو ايموسيونيل وهنا كنتي نتعول ربما على الزواج يعطيك استقرار نفسي عاطفي وي بصح حملتي المراه فوق طاقتها ما تقدرش هي الزوجه تعطي لراجلها هذا المستوى ده هي كتعطيه الانس كتونسه لا بصراحه ما كنتش الا سميتو الا شتي نصيحتي لك الله يرضيك خليك في خدمتك ما دير اوكان بروجي ما تاخذش ديت ودير اون ثيرابي دير اون ثيرابي عرفت كيفاش ندير لها دكتور راني كنقلب عند الناس كاع اللي سميتو مازال ما لقيتش اللي شفيه غالي الله يكثر انا نعطيك دي نون دو ثيرابوت يشدو بيدك ويعاونوك بروفيسور انا راني الله يسكن خيرنا رفيت اللي كنت مشيت عندك المكتب ديالكم وجاتني لواحد جوج ديال الناس المهم كاين الناس اللي وجهوني لا ما تزربش خليه ما تزربش معاهم خلي دوز عام دوز شهور دوز ما تزربش حيت قد ما كيكون الانسان في هذيك اللوعه ديال اللهفه باش يوصل للحل قد ما كيجعل الاخر يمشي في واحد الوتيره غير طبيعيه ماشي وتيرته الطبيعيه هو اما ملي كيصبح الانسان تيمشي مع الاخر بالوتيره ديالو خصنا نحاولوا نخليو الاخر اللي غنمشيو لعندو يمشينا يفوس السوميتر ماشي غنمشي عند طبيب الاسنان نقول ليه نوريه كيفاش يحيد لي السنه مادام انني قبلت نمشي عند واحد الطبيب كيقدر هو يحيدني بجوج حصص يقدر يقول لي لا خصك لابسي الى الشو انفلامي خصو تيمشي لابسي يعطيني تريتمون كاين اللي غيقول لي دابا نحيدها ونعطيك تريتمون كل بروفيسيونيل عنده قواعد باش كي اتاكي البروبليم انا هنا الله يرضي عليك كاين واحد التشتت فكري هنا كاين العلاقه الزوجيه نصيحتي لك ما تسرعش في الطلاق تسرعش وكننبه انا المسلمين كنقول لهم ردوا البال من بنيه بعضكم لبعض عدو انتبهوا منا راه تعطي خبرنا سوره البقره فازل لهم الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين الله تعالى بعد غيتبعها قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إذا لبغيت تسلكوا قدام وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض غدو هذه راه حطها محطوطة سير بحطها
بغيتي تسلك منها خصك تقلب، فإما ياتي أنكم مني هدى فمن تبع هدايا غتربحك فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه هي اللي غتخرج من هبطوا بعضكم لبعضين عدو. هاد هدايا خصك تقلب على الهادي، والهادي هو النبي صلى الله عليه وسلم. وشنو تيقول لي يقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي هو الهادي للأمة، لأنه هو اللي جاب الهداية على يده. بعض الناس بغاو يحيدوا الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم وحيدوا لنا العلماء ويبقى المسلم مع القرآن، حتى يكون القرآن نزل بوحده وديك الساعة نتعاملوا معه بوحده. ما نزلش بوحده، نزل من السماء عن طريق جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى محمد، هبط على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم فسروا حرف بحرف، كلمة بكلمة، آية بآية. فاحنا كنعرفوا الحال، والحال نوعان، حال موروث وحال موهوب. فالحال الموروث هو حاله هو النبي صلى الله عليه وسلم، الحال اللي شافوا عليه الصحابة اللي كانت كتقول في حقه ومن عائشة كان قرآن يمشي على الأرض. فهذا الحال الموروث شربوه الصحابة وعلموه التابعين، التابعين شربوه التابعين، وبقينا كنشربوا فيه أبعد جد. ثم عندك الحال الموهوب، هي الأسرار الربانية اللي كيعطيها الله من عنده العبد. تخيل تجمعوا فيك بجوج، الحال الرباني والحال الموروث اللي جابوه الصحابة، التابعين تابعي التابعين إلى يوم الدين بإحسان إن شاء الله. فهنا اش كيقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ خيركم خيركم لأهله، وأنا هو سيد سيادي خيركم لأهله. ما معنى خيركم؟ غير في الخير، حتى في الصبر على المكاره، في الصبر على المكاره في العائلة هو خير، لأنه ذلك مبلغهم من العلم. واش أنا غادي نمشي نحافي واحد من عائلتي ولا واحد من عائلة حبابي، نمشي نحافيه وهو القدر ديال المعرفة ديالو بقى في واحد الحوض، وحنا نعمنا الله بشحال من دولة شفنا وشحال من مخلوق شفنا وشحال من ثقافة شفنا وشحال من نمط شفنا، غادي نجي نقول ليه لا خصك تفهمني. كيفاش تفهمني؟ كيفاش تفهمني؟ حتى الصبر على المكاره داخل في الخير، ماشي حيت جبنا، لا، ننتظر. ما معنى ننتظر؟ منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ما معنى ننتظر؟ ننتظر هذاك الترقي كيوصل به العبد لواحد المستوى وتيقشعك. راه ما حدو ما طلعش في واحد الحيط في واحد الكودية عالي راه ما يقشعكش، مدرقين والشجر كيتعلى تيقول كنت هنا هي نعم السراني هنا وانا امتى ومش حالتي. شكرا لكم مستمعينا لحسن المتابعة والاستماع البرنامج بكل وضوح. لكم تحيات صابر فوندا وفائز اللي رافقونا اليوم في الإخراج والبرمجة الموسيقية، وخليكم دائما أوفياء الميد راديو الإذاعة القريبة منكم. بكل وضوح مع البروفيسور المامون مبارك دريبي. الاسم ديال الأب والأم باش كيتصرفوا الآخرين، راه الزواج عباد الله راه ماشي واحد الحاجة سحرية، راه يدخل سلحفاة غيبقى سلحفات. بكل وضوح مجتمع تحت المجهر، تحت المجهر. من هي جهاز المناعة النفسي؟ جهاز المناعة النفسي هو الأب والأم من 3 سنين فوق عندها الحق فلانية، راه زوجها كيجي كيستهلك هذاك الحب كياكلو. باش كياكلو؟ بشخصيته، بقوة شخصيته، بذكاء. برنامج بكل وضوح مع البروفيسور مامون مبارك دريبي يأتيكم من الاثنين إلى الخميس من الساعة 6:00 إلى 8:00 مساء. بكل وضوح برنامجكم المفضل